معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج طليلة من العاصمة، معنا واحد الضيف فنان ومطرب مغربي صاحب أغنية كريمة راني كنحماق عليك. معنا الفنان سيمين سيز. سيمين سيز، مرحبا بك معنا في طليلة من العاصمة. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في رابا فيل. تنشكركم على هذه الاستضافة وإن شاء الله ندوز واحد الوقت جميل. سيمين سيز، اولا بغينا نبداو دقه نشوف شويه، بغينا هذا الاسم ديالكم سيمين سيز اسم فني طبعا، لماذا هذا الاسم ولا شنو الاسم الحقيقي ديالكم؟ الاسم ديالي هو سي محمد. الوغ الفيلم الاسم الفني هو كان عالميا في ديك الوقيته، فين خرجنا لي ديسك ديالي ديال بيوتيفل وومن، حيت عندي ان جروب اللي هما فيه حنا خمسه ديال لي زارتيست، انا المغني والمغنيه وعاد لي دي جي ولي زارونجور. الوغ درنا ان جروب سايمون سيز، يعني جاكادي هو الاسم. هذا هو عالمي معروف، ديما راه دخلتي الانترنت هاد القديمه سايمون سيز دو دي سايم دو دات، يعني سايم لي تيقول، هذا هو المعنى. الوغ اختارينا لانه هو كان سهل، واللي عجبني فيه هو هذه كانت لي قصه. على ليبوك كانت عندي ليكول ديال لا دونس في لا سويد، وكان صايمين واحد اليامات، كنا صايمين وجات السيده قالت لنا واش زعما نتوما صايمين، واش غادي يعني غاديروا سبور وزعما ما يجيكم العطش وداكشي؟ قلت لها ما كاين مشكل، واخا صايمين غادي سميتو البنت صحابها تنهضر معها تنقول انا صايمين. قلت لها صافي، هي هذيك جات زوينه صايمين. اوكي. سيمين سيز، انت من الاوائل اللي بدا واحد لون غنائي جديد على المغاربه، كنظر في 1993 وبديتي بالدانس ودخلتي الموسيقى الغربيه والعالميه للاغاني العالم العربي. وبديتي كنظن الاغنيه الشهيره ديالك هي كريمه راني تنحماق عليك، اللي دارت واحد الانتشار كبير وواسع من ذاك الوقت لدابا. شنو فين وصل سيمين سيز؟ مشى الهجره ديال اوروبا، شنو احكي لنا شويه على المسار ديالك من الانطلاقات الحقيقيه ديالك. الوغ حيت كنت صغير كما جميع الشباب اللي تتشوف دابا، كلشي تيحلم باش يكون ارتيست، تخصو يدير واحد الشهره، تخصو يدير شهره محليه، واللي كيتبغي يدير شهره عالميه. الوغ على ايبوك ماشي بحال دابا، على ايبوك ما كان والو في المغرب، فريمون ما كاين والو، كنا حنا تيدير داكشي ديال لا دونس، وكنت انا سورتو جو شوي ان دونسور وبروفيسيونيل، كنت عاطي حتى لي كور. الوغ المغرب ما كانش عاطينا واحد الاهميه بزاف، المجتمع ديك الساعه باقي هادشي كنا محافظين بزاف. الو قررت انا باش نمشي نطور الافكار ديالي ونطور المواهب اللي كانت عندي في الخارج، وحيت يجي الوقت ديالنا ان شاء الله والمغرب يتزاد لقدام ويتغير الوضع، قلنا نجيو حتى حنا نجيبوا ديك المعلومات باش ما يفوتناش الوقت. فعلا داكشي اللي درت، مشيت للخارج، كنت مشيت غير باش تنتسارى باش نطور الافكار ديالي، حتى جات واحد السيده قالت لي واش بغيت تخدم معنا. قلت لها انا راه شويه غير اون فاكونس، كانت ديك الساعه لانتيغاي والانتيراي كنا تنديروها تطيح اموا، يعني عندك الانتيراي والباسبور هذاك هو الفيزا. خرجنا درت تنعشو غير في لي طران بحال جميع الشباب، كنا حنا شباب تايهين خصنا غير نوصلوا باش ما كان. الو توصلت لوروب، كنا تندير الانتيراي، خرج في واحد الباطو تتلقى لو طران في وسط الباطو، انا استغربت، بقينا النشاط، كاين اللي في وسط الباطو، كاين اللي بواط، كاين اللي ديسكوتيك، كاين اللي ريستو، كاين داكشي يعني انورم، باطو دو كروز يعني كروزين. الوغ مشيت خرجنا بقينا سميتو نشطنا شويه، جات السيده قالت لك واش تقدر تخدم معنا داكشي اللي مانكام عارض الازياء. قلت انا جو با شو سي غير فاكونس، ما عنديش الوراق ولا باش نخدم. قالت لي نديرو لك الوراق يخدم معنا وداكشي. فعلا من ديك الوقيته دارت لي كونطرا، مشيت جيت للمغرب، رجعت اموا عيطوا لي قالوا لي فوالا لو فيزا ديالك لي بريت. مشيت من تما كنت ندير عارض الازياء لي ديفيلي دموند بوندون ديك 10 ans، سي سا مون ترافاي اللي كنت ندير تما. ومع ذاك الوقت طورت المجال ديالي الفني، دخلت عاوتاني كملت القرايه، داكشي ديال كوميونيكيشن، داكشي ديال ميوزيك، داكشي ديال ارانجمون، تعلمنا داكشي ديال التصوير الفوتوغرافي. من بعد هي هذيك
درت واحد الاغنيه جات واحد الوقيته بقيت ندير لا ميوزيك. كانت الاغنيه ديالي الاولى هي بيوتيفل وومن ماشي كريمه. من بعد بيوتيفل وومن كانت اي هوب وكانت عندي فالو مي. عاد من بعد درت كريمه. كريمه هي اللي تشهرات في العالم العربي لان كنت نشوف ديما في المغرب كاين لون واحد كاين شت بزاف ديال الراي. كان ديك الساعه مستعمر لا كولتور ديالنا لان الالجيريان عندهم لوغاي والمغاربه عندهم الشعبي. الو شت الناس بقاو في ذاك القالب ما زدناش لقدام بقينا محبوسين في واحد اللون ديال الاغاني. قلت علاش لا دونك الشباب تيبغي اغلبيه لا ميوزيك العالميه سورتو كون تنشوفوا المهرجانات وداك الشيء. الو قلنا علاش لا المغرب ما يطورش الايقاع ما يطورش هاكو يدخل العالميه توا باغاني وبالكلمه المغربيه وباللحن العربي. يا ديك جات واحد الفرصه بغيت عقل. كانت كريمه سيما مانيس جات لعندي. كان ديك الساعه عندها 4 عام وانا عندي ان ستوديو دون في الدار عندي ان ستوديو ديال الموسيقى. هي هذيك جات بغات تمشي الاخ ديالي ما بغاش تمشي وقالت خصنا نرجعوا من ستوكهولم لمالمو. الو ستوكهولم بحال دابا في الشمال ومالمو في الجنوب بحال تقول طنجه واكادير وكانت غترجع وبقات تبكي ما بغاش بقات تجلس معايا. وديك الساعه في ستوديو تندير انا التجال ديالي في ستوديو عندها ستوديو هوم ستوديو. هي هذيك وانا ندير كريمه راني كنحماق عليك ما بقات تبكي صيفطها لها لمالمو. يا هذيك في ليكول عندنا بدينا تنلعبوا داك لو تراك ولا تنشوفوا كلشي عزيز عليه وداك الشيء. صيفطنا لا بروميير بواط برودكسيون اللي هي بي ام جي. كان بي ام جي فرانس سويدن بي ام جي فرانس باري بجوجهم قبلوا لا ديسك. قال الديسك بغينا نديروا لا برودكسيون بغينا نعاودوه ونديروا لا برودكسيون نخرجوه. فعلا حاجه ما كناش كاع حنا منتظرينها هي اللي صدقات. فعلا انا خرج الديسك باندون واحد البيريود حتى نسمع بينا راه الديسك داير دجا في العالم العربي داير دجا في لي ستازوني داير دجا في لي بي لاتين. بدات تعيطوا ليا فوالا راه خاصك تجي باش دير لي زانترفيو باش دير هذا الفيديو كليب هذا. يا هذيك بدا المسار الفني. يا هذيك اول مره ديك الساعه ما كانش نجي للمغرب بزاف. عيطوا ليا بزاف المرات. كنت ديك الساعه تندير لا برودكسيون تندير لو تورني. كنا ديك الساعه في لاس فيغاس كنا في لي بي لاتين مشينا لريو دي جانيرو مشينا فين كاين ديسك فين نقبط دابا لا ميوزيك فوالا حيت كلها وفين فين تتحرك. عاود عيطوا ليا لباري فرنسا. وقع شي مشكل نيت ديك الساعه في اليبوك كانت اون بواط برودكسيون اللي هي قابطه خالد ومامي وستينغ وفضيل وهذا داك الشيء اش المغاربه تيستغربوا كلهم تيستغربوا تيقول لك كيف يعقل في فرنسا ما كاينش ان ماروكان اللي مشهور في الموسيقى اغلبيه كاين غير لي الجيريان. الو عاد انا درت بحثت وداك الشيء لقيت بان اون فرونس هي باركلي هي اون بواط برودكسيون اللي هي جويف هما اللي قابطين هاد لي الجيريان وهما اللي الكونترول لا ميوزيك عرب فرنسا الكونترول لا ميوزيك ما كاينش اللي يغني بالعربيه من غير لي الجيريان ولا شي واحد يدخل يدوز على البواط برودكسيون ديالهم باركلي. فعلا تعيط لي نيت بي ام جي قال لي الديسك ديالك راه اللي تشهر في لي بواط تشهر في لي راديو مي اون سي با علاش تحبس هادشي غير فرنسا تحبس ما في العالم كامل انتشر. عاد حيت جينا بحثنا لقينا بان باركلي هي اللي حبساتو حيت عندهم دي جي يعني سيستيم حبسات لي دي جي حيت هما شي كومون سا سباش اون فرانس. الا بغاتك بواط برودكسيون تعطي لي دي جي اندر جراوند تلعبو ديسك اندر جراوند. الا تلعب لك اندر جراوند تتشهر عاد يدوز لي راديو. الو هما عندهم بحال كيما تقول لي ميديا وعندهم ان ريزو دو لا بوبليسيتي. قال لك هما يحبسوها تحبسات مي تحبسات في فرنسا ما تحبسش في العالم كامل. هي هذيك عاد هما حيت شافوا داك لو ستيل عجب المغاربه العرب كاملين تقريبا حيت يسمعوا النمبر 1 في الدول العربيه النمبر 1 في دي بي لاتين في بعض القنوات العالميه بحال انرجي دار واحد الجا وكان من اللي من اللي من اللي من, اللي من الهيت ليست اللي كانت في بي ام جي صافي ديال الهيت ليست انرجي داروا واحد الكومبيليشن عالميه اللي كانت تلعب في لي راديو في لي بواط وكانت كريمه داخله مع لي توب 20 توب 20 في العالم راه ما سهلاش باش غتدخل. يعني كانت واحد الاقبال وفعلا دازت ديك البيريود عيطوا لنا
البواد برودكسيون قال لك صافي دابا نديروا ان فيديو كليب لان راه تشهرات وداك الشيء خصهم يعرفوا المغني وخصهم يعرفوا سميتو. حيت اليبوك كان تسبق الاغنيه الى شدات في لي راديو في لي بواط وفي سميتو عاد دير لها ان فيديو كليب عاد باش تدخل ليه التوب توب 100 يعني التوب 100 لا ليست 100 تبقى تهبط على حسب الفيديو كليب الاقبال ديال الجمهور على الشهره وهذا وهذا. فعلا بقات غاده حتى تشهرات. سايمون سايز بغينا نعرفوا من عندك شي قصيصه من العاصمه. قصتك مع العاصمه الرباط؟ الرباط انا هنا فين كبرت الطفوله ديالي بقيت عاقل حسان تنجيو نجلسوا تما في حسان تنجيو هنايا نقطعوا بذوك لي بتي باطو هذوك اللي تما تنصيدوا الحوت. الوغ هذا تفكرنا في الطفوله يعني الرباط مدينه زعما جميله سورتو دابا كاين واحد التغيير زوين بزاف ونتمنى يزيدوا يخدموا لان العاصمه هذه تخصها تجي تخدم شويه. بعد الانجازات اللي تنشوفوا صاحب الجلاله بحال داك التياتر ان شاء الله نديروا نحيوا فيه شي حفله في الافتتاح هذاك شي تياتر بروفيسيونيل يعني معلمه لمدينه الرباط. تنشكروا صاحب الجلاله على الاهتمام ديالو بالفن وتنشوف بيننا راه كاين واحد التغيير ومي شويه غادي داكشي ببطء غادي ببطء. اوكي سيمون سيز واش تعرضتي للاقصاء في مرحله من المراحل؟ بيان سور ما كاينش شي فنان اللي ما تيتقصاش سورتو الفنانين اللي تكونوا ناجحين اللي عندهم جمهور كبير. وكاينه كاين شويه الغيره كاين الحقد كاين الحسد كاين باك صاحبي سورتو ماروك باك صاحبي. الوغ كاين الفنان اللي مبدع وكاين الفنان اللي تيبغي الخير للبلاد الفن تيبغي يصلح ما تيكونش انتهازي ما تيكونش اناني هذا هو الفنان اللي حنايا وحنا كاع اللي داكشي تنديروا تنديروا الاصلاح لان شفنا هذه المده هذه كلها بان كي تشوف دابا راه كاين واحد المشاكل الاجتماعيه الوغ كلشي تيحمل المسؤوليه لصاحب الجلاله الملك وهذا وحنا تنقول لهم لا المسؤوليه هي ديالنا كاملين المشكل ديالنا كاملين وكنا مساهمين في هذه المشاكل. وهذا الشيء علاش حنا جينا فاش جينا ليبوك جايبين واحد الفكر جايبين واحد المعلومات جايبين واحد سميتو لينا تنشوفوا الجاي عارفين الجاي لان الا ما اهتمتيش بالشباب غيخلق لك مشكل كبير وسورتو لافونير لان هما الخلف. وجينا حنا بغينا داك نعاونوا الملك غير بلي ميساج نعاونوا الملك غير بالافكار ديالنا نعاونوا الملك نوصلوا الميساج لان هو مستعد يغير ولكن يدو حدا ما تتصفقش. الناس تيقول لك الملك والملك الا ما وصلش الميساج راه ما غيدير والو. الملك بقينا ساكتين على الظلم ساكتين على بزاف د الحوايج تنشوف في المجتمع ديالنا ومع ان التكنولوجيا عطاتنا واحد سميتو الفرصه باش الملك اللي معني بالامر يوصل له المشاكل ديال المجتمع راه غيصلح. ساكتين صافي دي راه راضيين هو ما يمكنلاش كل ساعه تنشوف هذا ما تنشوفوا الاحداث في الانترنت وتنشوفوا اعداء الوطن بزاف اللي باغيين الخدمه في المجتمع باغيين الخدمه في مستغلين هاد الفرص اللي هي مأثره على الشباب هما مستغلينها تينوضوا فوضى بغا يندوا الجار ولكن ما يقدروش لان الحق حق. نجيو راه كاين ما يدار يعني ماشي لا فان دو موند. انا جاي دابا عندي جمعيه ديال الموازات انا دابا داير واحد البروجي اللي هو لا للعنف لا للتحرش ضد المراه واول واحد هضر عليه فاش جيت من السويد لان حنا كشباب كمجتمع في طريق النمو تخصنا تحسيس والتحسيس هو اللي يقدر يشجع عدد الشباب لان الا سكتنا على الظلم وسكتنا على المشاكل صافي دي غراضين بها. جيت للمغرب لقيت هذا اللي ضحكني في المغرب لان تنمشيو لمراكش تنمشيو فين ما مشينا خدامه تحت ما عرفني ديك الساعه الديسك داير اللي تنسولو انا تنسول الناس اللي تيبيعوا فيها واللي تسميتو شكون تيغني تيقول لك على شي ميرا كاري قاري العربيه شي وجدي حمقات شي وحده يعني كانت واحد تقول له مولاها في لا راه عايش في امريكا لا عايش وانا تنسولهم. وفعلا كان جيت ندير ان كونسير وجايب معايا نيت لي زيترونجي لي دونسوز ديالي سي دي زوروبيان داكشي وتيسمعوا الديسك وتيقول لي الديسك ديالك وتيقول لي ما تعرفو قلت له ما تعرفني حتى شي حد يعني ما كانش واحد الاتصال صحفي اليبوك. الديسك هذا هو اللي تنحترم انا الفنان تخصو الا غاتشهر تخصو فنيا ما تخصش تشهر. حنا في المغرب تنشوفوا الفنان قبل الفن ديالو. انا دابا مثلا تنتسائل بزاف تيشوفوا الفنان في التلفازه
تنقول اش يدير هذا؟ بزاف المغاربه تيتسائلوا هذا اش يدير في التلفازه. نورمالمون التلفازه هي مدرسه، التلفازه هي تشجيع، التلفازه هي 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 كما تنقولوا ماشي نابورت كي تخصو يجلس فيها، ماشي نابورت كي تخصو يدير مع استجواب، خاصك تنجح في الاعمال ديالك عاد تبان في التلفازه. هنا دابا هو اللي تيهضر عليك. حنايا كيما نيت حنايا الحمد لله المغاربه سبق الفن ديالنا علينا، حنا ما عرفونا لا حتى اللون ما عارفينوش. باقي تعقل كان دي راديو تيهضروا تيقولوا واش كيدير هذا، واش مغربي، واش هذا اللون ديالك ما عارفين. مي فنك سبقك، هذا هو اللي تخص هذا الوقيته اللي تنشوفوا دابا. الفن في المغرب هو البوز، ما بقاش الفن. الوغ تجي انت واحد جالس في التلفازه تيهضروا معاه، ما بقاش الاحترام للفن. لنا غريبه القضيه هي الاحترام للفن ما بقاش. يعني اللي دار البوز تعرضوا عليه التلفازه، واللي دار البوز يعيطوا له للراديو، واللي دار البوز يعيطوا له للمهرجانات، ما ان ما عندوش الجمهور. يعني مقياس الفنان ماشي يوتيوب كما تنقول لهم، مقياس الفنان هو الفن. وسورتو حنا في الدول باقي في طريق النمو، في طريق التقدم، خاصنا نعرفوا واش نديروا بالفن. الو حنا دابا تنشوف المجتمع ديالنا تنعيشوا بالاحلام الامريكيه في بواحد الطريقه غريبه، لان بغينا نكونوا بحال لي زيتازوني، ولكن المجتمع ديالنا باقي ما ماشي بحال المجتمع ديال الامريكان ولا لي زوروبيان. الو هنا تنشوفوا بان خرجنا على داك لوغاي اللي كنا غادي عليه، ديك السكه اللي تخصني نمشيو عليها خرجنا منها، لان تنشوفوا بعيد ولكن ما عندناش اون استراتيجي، ما عندناش لا باز، ما عندناش الساس. الو حنا ما عندنا تنشوفوا الفوق، نقلبوا حتى نلقاو الخوا. هادشي اللي واقع في الفن، في الفن المغربي. وهذه رساله تنقولها نيت للشباب اللي جايين، بركه المجتمع المغربي تخصو اللي يصلحوا، تخصو اللي يعاونوا، تخصنا تغيير جذري فنيا واقتصاديا واجتماعيا. اللي تنشوف دابا الشباب غير اللي جات يغنيتي يروح في يوتيوب، يوتيوب هي وسيله التواصل، ماشي هي ماشي هي المقياس الفني. حنا الميساج ديالنا اللي بغينا نقولوا راه عيب وعار عليكم الفنانه اللي تجي تقول انت واحد الفن دون مستوى ساقط، ودون سميتو تجي تقول راه المغاربه تيبغيو هذا الفن. يعني راه تتحرف ثقافه وحضاره وفن وذوق، والذوق تتحرفوا. يعني المغاربه ما الا شريتي انت الفيوز قول لهم راه شريت انا الفيوز باش نبان في التلفازه وخلي عليك المغاربه، لان المغاربه ما عندهم حتى علاقه مع ذاك الجمهور، حيت الجمهور فيرتوال سي با الجمهور الحقيقي. اذا شكرا سيمين سايز، وشكرا على هذا الحوار الشيق، وكنودعوك وكنقول لك بالتوفيق في الجمعيه ديالكم جمعيه الموازات، وفي المشروع اللي انت مقبل عليه مع وزاره الاتصال ديال لا للتحرش ضد المراه. شكرا بزاف. شكرا، تنشكركم على هذه الاستضافه، وتنحترموا هذا الشباب اللي انت تهتموا بهذه البرامج. عجبني لو ستيل اللي تديروا، مهم راكم تديروا ريوسكم، يعني راكم باغين واحد عندكم واحد الفيجن، عندكم واحد الهدف، تخص غير حتى الدوله تعاون، خاص حتى الدوله تساعد. ناخذ واحد السيلفي مع السي سيمن.